السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن محاصيل رسميا انتهى موسم زراعتها، وحاول ما تزرعهاش ابتداء من اليوم او من هذا الفيديو. فلو حابب تعرف المحاصيل هذه اتمنى تشاهد معنا الحلقة للنهاية. وطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتكملوا معنا الحلقة. طبعا احنا قريبين من انتهاء فصل الصيف، فطبعا في محاصيل لازم ما نقومش بزراعتها خلال هذه الأيام، أو يعني رسميا انتهى موسم زراعتها وكذلك مش حتنمو أبدا. وطبعا أول المحاصيل هذه هي الخيار. طبعا الخيار انتهى موسم زراعته، فحاول ما تزرعش الخيار في هذه الأيام، لأنه طبعا الخيار بيحتاج للحرارة، وطبعا أفضل موعد لزراعته في شهر 3، والآن ما تقومش بزراعته أبدا. فلو عندك بذور حاول أنك تزرعها العام المقبل. طبعا ثاني محصول معانا هو الفلفل الأخضر. كذلك الفلفل الأخضر لو عندك بذور أو عندك شتلات حاول ما تزرعش الفلفل في الأيام هذه، لأنه طبعا تقريبا انتهى موسم الزراعة. طبعا لأنه درجات الحرارة أو الفلفل بيحتاج لدرجات الحرارة العالية، ومثل ما تكلمت أنه فصل الصيف متبقي له تقريبا شهر، فدرجة الحرارة ممكن تقل وممكن يأثر على الانتاج او على التزهير، لانه طبعا حتى تنمو الازهار لازم تتوفر شمس للفلفل. ولو عندك محاصيل، لو عندك محصول فلفل بالشكل هذا ممكن يعني تتابعه، ولكن لو حتزرع فلفل اتمنى انك ما تزرعش لانه ممكن ياثر على النبات. وطبعا المحصول رقم 3 هو الباذنجان. كذلك الباذنجان من المحاصيل اللي بتحتاج درجات الحرارة وكذلك بتزرع في بداية الصيف، ولكن لو عندك شتلات أو عندك بذور لازم ما تزرعهاش. طبعا رابع محصول معانا هو الذرة. طبعا الذرة كذلك بتحتاج للحرارة وكذلك تزرعها في بداية الصيف، ففي الأيام هذه ممنوع زراعتها لأنه تقريبا ممكن يكون النمو ضعيف وكذلك ممكن ما تعطيش إنتاج. وطبعا المحصول اللي بعده هي البطيخ الأحمر أو الشمام. طبعا كذلك البذور هذه أو الشتلات ممنوع زرعتهم في هذه الأيام، لأنه طبعا النمو حيستغرق وقت كثير حتى ينمو حتى يعطي إنتاج، فممنوع زرعتهم. ورسميا انتهى موسم الزراعة، وحاول أنك يعني لو عندك بذور حاول أنك تزرعهم العام المقبل. وطبعا في محاصيل تبدأ زراعتها من اليوم، يعني من الآن إن شاء الله يعني الحلقة حتكون في قناتنا الثانية عالم المزروعات، أتمنى تشاهدها حتى تعرف المزروعات اللي ممكن تزرعها في هذه الأيام. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وأتمنى تتجنبوا الخطأ هذا وتقوم بزراعة المحاصيل هذه، لأنه طبعا بنسبة 80% مش حتنمو ومش حتعطي إنتاج، فحاول أنك تستغل الوقت هذا في زراعة المحاصيل المناسبة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.